السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله. طبعا احنا قلنا هنعمل ايه، الكوسة اللي هي متفرزة احنا حشيناها، وقلنا طبعا الورق اللي هو بتاع اللفت مش سلق، انا اسفة ما كانش سلق كان لفت، فانا هوريكم دلوقتي الورق اللفت اللي احنا حشيناه وورق اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، والكوسة اللي احنا عملناها متفرزة وحشيناها قدامكم، انا سويتهم وجبتهم لكم. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشرف خلق الله، وبسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الكوسة دي المتفرزة، بصي خضرة وجميلة كأنك لسه جايباها طازة، والله بص اللي متفرزه واستوت وجميله، بص الرز طالع منها ازاي وجميله ومستويه وزي الفل. اي اللهم صل على النبي. وادي المحشي ده ورق اللفت يا جماعه مش ورق السلق، معلش انا قلت في الحلقه ورق السلق لكن ده ورق لفت، ده ورق اللفت. بصوا بيتحشي وبيبقى جميل جدا، والصبع بصي بالصبع بتاعه صغنطط كده وجميل وزي الفل، وبرده الكوسة هنا حلوة وزي الفل عسلاية يعني. تقول انا اهو انا كوسة جميلة بس طرية جدا، بص بص اهي شفت ازاي جميلة. ودي طبعا الفاصوليا، كل ست بيت بتعرف تعمل الفاصوليا بتبقى زي الفل كده، يعني اللي ما بيحبش ياكل المحشي يبقى ياكل فاصوليا كده يعني. وادي العيش بتاعنا الجميل، مش طبعا احنا اللي خابزينه، ده عيش الفرن حلو رضا الحمد لله. وادي المخلن طبعا اللي هو ايه اللفت، واللهم صل على النبي القرنبيط، بصوا جميل ازاي وحلو، وجزر وجزر كمان مستوي وبقى جميل، دول اخر شويه على فكره في البرطمان مفيش تاني، بجد حاجه حلوه ان انت تعملي اكل كده جميل وحلو زي الفل. بصي شويه محشي ومتفرز، لا خرقنا ولا جبنا ولا عملنا اي حاجه، حتى الخضرة مفرزينها في البيت، بص جميلة وخضرة وزي الفل، وكل المحشي بص أخضر وجميل كأنك لسه جايباه طازة، ووريتك إن هو بيتقطع بص إزاي مستوي، والرزة كمان جوه مستوية زي الفل. أنا حطيته ونشفته الأول من المية بتاعت التفريز، وبعد كده حطيت حبة شوربة صغيرين يدوب استوى، ورحت إيه شلته من على النار. وبرده ورق اللفت عملته برضو زي كده، سبته الاول يشرب الميه بتاعت التفريز، وبعد كده حطيت له شويه شوربه صغيرين واستوى وبقى زي الفل. وادي كمان الفاصوليا، معلومه ما تحمريش البصله قوي، بص البصله يعني ايه مديه بياض شويه لان بتحرق القلب لما بتحمريها قوي، بص بتبقى كده حلوه معقوله، بصي بتبقى جميله. وادي يا ربي اللهم صل على النبي احلى سفره تاكلوا بالهنا والشفا، بصي جميلة. اعملي بقى انت عايز تعملي لحمة اعملي فراخ جنبها اللي انت عايزاه، بس هي والله بص مش محتاجة حاجة، شوية المخلل الجمال دول جنبها حلوة قوي قوي. وادي الكوسة اللي متفرزة عملتها والله قدامكو، واللفت برضو ده متفرز اللي احنا عملناه اول مرة في الحلقات الاولى، والفاصوليا دي اللي احنا عملناها على فكرة اللي قلت لكم بتزيد، اللهم صل على النبي. بصوا والفاصوليا طيبه وزي الفل، يا رب دايما اشوفكم على خير، ودايما يا رب يكون كل جديد باذن الله، ونتقابل دايما على خير. هقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.